أتعرفون الرجل الذي أبوه المجوسي وبعدين مات عليه دين، وبعدين قالوا له يا هذا أما تقضي دين أبيك الذي عليه؟ قال ما عندي غير الدار التي أسكنها. قالوا نعم بيع الدار واقضي دين أبيك. فقال الرجل وأبوه كان مجوس يعبد النار ومات على هذا، قال وإن قضيت دين أبي يخرج من النار ويدخل الجنة؟ قالوا لا. قال إذن أبقى أنا في الدار ويبقى أبي في النار. أنا سبحان الله، أبويا يروح النار سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحان. في ناس عندها الأنانية يعني سبحان الله، يعني لا يريد أن يسير عزيز النفس حتى وإن كان أبوه مجوسي.